بحيي جميع الحاضرين، بحيي ولادنا ذوي القدرات الخاصة. ما احنا ما عندناش في مصر حد ذوي احتياجات، عندنا مصريين كلهم أقوياء، المصريين كلهم أقوياء. بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ربنا سبحانه وتعالى نزع في الدنيا ما في قلوبهم من غل، لما تقابلهم تحس بالحب الشديد والعطاء للآخرين. محمد أحمد حسن. إيه